السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعالوا ناخذ هذه القصة القصيرة. قصتنا اليوم عن خذوا أسرارهم من صغارهم. تقول مها: أنا عندي 4 أولاد، ولا أولاد هذولا يأخذهم أبوهم خميس وجمعة عند جدانهم أهل أبوهم، وأنا أجلس في البيت ما أروح معهم. تقول: لكن استغربت كل ما أجي أهلهم اللي هم جدانهم أهل زوجي يقعدون يقولون كلام: أنت سويتي كذا، أنت شريتي كذا، أنت رحتي المكان الفلاني، أنت ما تبغين تجينا، أنت تقولين ما أبغى أهلك يروحون معي، أبغى أروح لحالي. استغربت منين يجيبون هذا الكلام. قلت: يمكن هذا زوجي يعني يفضفض عندها اللي يقول كلام عندها. قلت: قمت واختبرت زوجي بدون ما يدري، عرفت أنه يعني ما يقول هذا الكلام، ما أدري من يطلع أسرار بيتي. تقول: يوم من الأيام وأروح لهم، تقول أتهاوش أنا واحدة من خواته، كنا طالعين مكة وهم في احنا في جدة احنا وياهم، قلت ما ابغى اروح معهم، ابغى اروح انا وياك وعيالي فقط. يوم جيت هناك قالوا: ايش يعني خواتي ليش ما خلتني اروح معك لجدة المكة عفوا المكة واحنا نبغى نعتمر، ليش رحتي لحالك؟ واحنا انت عارفة ان ما عندنا احد يودينا، ابونا كبير واخواننا يعني كل واحد في بيته. تقول: هذا يعني حق من حقي، لكن من اللي قال لكم الكلام هذا؟ قالوا: احنا ما حد قال، احنا عرفنا كذا. تقول: استغربت يعني كيف عرفوا الشيء هذا؟ لين في وحدة من خوات زوجي تقول: قاعدة اللي قاعدة، يعني جايتها الغيرة مني مرة، ما تبغاني أخذ أي شيء من زوجي ولا أقرب من ورعاني ولا بيتي، لو عليها ما خلتني أقعد في البيت، طلقتني وخلتني أروح. تقوم جاي يوم من الأيام وأقعد أمسك أنا عيالي: وش لي أنتوا تروحون تقولون كلام عند جدة عند عمة؟ قال عاد أخوهم الصغير: أيوة هذا فهد، هذا ولدي الوسط. قال: هذا فهد يوم ما يروح عمتي تاخذه وتقعد تحقق معه. تقول له: يعني امك شو تسوي، ابوك شو يسوي، ابوك وامك شو قاعدين يسوون، وش ايش تكلم امك وابوك في هذا في البيت، وش يقولون عنا، يعني كل اسرار بيتنا يقعدون يحققون مع الاولاد وياخذون اسرار بيتنا. تقول: انتبهوا صاحبة هذه القصه، انتبهوا يا بنات، علموا عيالكم عن هذا الشيء حتى ما يروحون يقولون كلام ويعرفون الناس جميع أسراركم. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.